ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بي بليدر لؤي. اليوم عندنا نزال بين الكلب المتوحش للاعب زيدون بلبل دفاعي من تاكارا تومي توي برو ضد اللحاء المتجدد بلبل من نوع القادر على الاحتمال للاعب منصور. حبيت اعيد هذا النزال بالكلب المتوحش من تاكارا تومي لنشوف القوة الحقيقية بين هدول البلبلين، وكمان احكوا لي رأيكم عن قياسات هذا الفيديو الغريب السينمائية، لانه هذا الفيديو كتير طويل ممكن يطلع لكم خط فوق او خط تحت اسود، او اذا معكم موبايل من الموديلات الجديدة ممكن الفيديو يكون على طول الشاشة وهذا اللي انا اللي بدي اياه، او جربوا اعملوا هيك زوم ان، يعني ذكركم بتكبروا صورة على الفيديو، اذا كبر الفيديو عندكم فيعني هذا الفيديو بالقياسات الطويلة وهيك. يلا نبلش النزال. 3 2 1 جو شوت جو شوت. اوكي، خبطات قوية منتهبة ولكن تأثيرها ضعيف، لأن اللير تبعت البلبلين عبارة عن دفاع، فيعني ما فيش فيها أماكن قوة كبيرة، أماكن حادة. الجولة الأولى لصالح بلبل الكلب المتوحش. الجولة الثانية 3 2 1 جو. اوكي بلبل الشقة الثانية. سوري طلعت عليه شوي. طبعا اللي بيسالوني قوانين اليوتيوب الجديده عم تطبق، نعم عم تطبق، الكومنتات عم تلاقوها مطفيه لحالها، يعني التعليقات مش موجوده، اليوتيوب نفسه هو عم بيشيلها، وكثير ميزات عم تروح. نقطه للحاء المتجدد 1-1. الجوله الثانيه جو شوت جو شوت. يلا بدنا بير خطات قويه. دبل بيرست خرافية. الجولة الثانية 3 2 1 جو شوت جو شوت. يلا اوكي 3-1 لصالح الكلب المتوحش. جو شوت جو شوت. طبعا اللي عجبه هذا الفيديو ينزل بسرعة يحط لايك عشان يدعم هذا الفيديو. اوه كمان بيرس لصالح الكلب المتوحش 5-1. وكمان جولة ولا تنسوا تحكوا لي رأيكم عن قياسات الفيديو الجديدة، اذا انتم مو اذا ما في تعليقات على هذا الفيديو ابعتوا لي رايكم على السناب شات او الانستغرام اللي روابطهم بصندوق الوصف، وبرضه ضيفوني على التيك توك رابطه بصندوق الوصف. بتعرف انه من الحكي ما كنتش مركز وما شفتش النتيجه، اظن اللي حق هو الفاز بهاي الجوله. كمان جوله اضافيه. اوه الكلب توحش من جن. في ناس بيسالوني البلابل الدفاعيه كيف بتصير هجوميه عندك؟ بطلعهم بطريقه قويه عشان هيك بتصير هجوميه بالكلبة، لانه من تحت مو دايبين، يعني مش كثير دايبين، انه هلا بس يدوبوا يحتروا يعني بصيروا هجوميا، بس انه حاليا لا. الكلمة توحش هو الفائز، حان وقت عكس القطاع. اوكي واللحاء ركب قطع اللحاء للكلب والعكس. اسنان قوية للكلب صار عندنا للحاء كمان. على فكرة هاي قوية، خلطة قوية عن جد استعملوها، وهاي كمان نوعا ما برضه خلطة قوية بس تحطوا لها حديدة اتقل. الجولة الأولى 3 2 1 جو شوت. اوه لحق فلسطين. الكلب المتوحش اسنانه أقوى من اللحاق على فكرة. درايفر اللحاق هو اللي بيعطيه الأفضلية مرات. الجولة الثانية 3 2 1 جو شوت. جو شوت. اوكي طبعا اللي ما اشترك بالقناة بسرعة ينزل يشترك بالقناة وتضغط على الزر الأحمر. اشتراك سبسكرايب او تابوني وفعل جرس التنبيهات عشان يكون اول واحد بيحضر فيديوهات بس تنزل. مبروك للكلب المتوحش سواء بالحالة العادية او بالطريقة المعدلة. كمان جولة اضافية. اوكي في
فشكرا لكل حد تابع هذا الفيديو، ما ينسى يشترك بالقناة ويفعل جرس التنبيهات إذا ضل موجود الجرس، ويكتب تعليق إذا التعليقات متاحة. اليوتيوب لحاله بمنعها، أنا ما لي أي دخل. وضيفوني على سناب شات وإنستغرام والتيك توك، الروابط كلها صندوق الوصف، والفائز هو الكلب المتوحش بجميع حالاته. هلأ كتير منكم راح يتساءل ليش الكلب المتوحش فاز اللحاء المتجدد، ولكن اللحاء المتجدد لما تباريه مثلا ضد 10 بلاعب مختلفة اللحاء المتجدد بفوز عدد كبير منهم، أما الكلب المتوحش لما تنازل ضد بلاعب تانية ما بقدر يفوز نفس عدد اللحاء، يعني اللحاء بفوز ناس كتير، الكلب بفوز ناس هقل، بس لما تنازلهم ضد بعض الكلب بفوز. فهالدلالة على شو؟ دلالة على إنه ما فيش أقوى بلبل في بباتل بيرس، يعني ما فيش إنه أقوى بلبل خاص إنه يلا الكل يشتري، الكل يسوي، الكل يستعمله، يلا النازل بيفوز الكل. وهذا إشي حلو على فكرة، لأنه لو كان في بلبل واحد أقوى إشي كل الناس بتروح بتشتري، كل الناس بتروح بتسويه، وخلاص خلصت اللعبة. الحلو في بيباتل وبيبلاد بشكل عام أنت لازم تفكر، لأنه على فكرة فيها عن جد منطق وذكاء، وعن جد يعني بضلك هيك ممكن لو واحد معه وقت هيك ضله ساعة قدام مجموعة بلاب اللي فكفكة يعمل أقوى خلطة دفاعية، أقوى خلطة هجومية، أقوى خلطة قادرة على الاحتمال. فبس عشان تعرفوا إنه هيك ما فيش أقوى بلبل في البيباتل بيرست، وكل بلبل عنده نقاط قوة ضد بعض البلابل ونقاط ضعف ضد كل البلابل، يعني ممكن أقوى بلبل تعمله يفوز كل البلابل يخسر من بلبل مثلا ضعيف كتير غير متوقع. فيعني هذا إشي حلو وكويس بالعكس، عشان تعتمد برضو على قوة اللاعب، اللاعب عنده قوة على فكرة يعني أهم إشي مع جهاز الإطلاق. وبس بشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم.